السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أوسع نطاق صورة مرعبة ومخيفة لعاصفة جدارية ضربت احدى الولايات الجنوبية الجزائرية تابع الفيديو للاخير ولا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد عرفت مدينة عين قزم بولاية منرست الحدودية عاصفة رملية جدارية مخيفة حولت النهار الى ليل ورعبت السكان هناك والحمد لله لم تسجل أي خسائر مادية وبشرية ومرت بسلام وكانت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأحد أصدرت تنبيه تحذر فيه من تساقط أمطار عادية معتبرة محليا بكمية تصل إلى الخمسة عشر ملم وأوضحت المصالح المعنية أن الأمطار ستكون بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر إلى ساعة متأخرة من نفس اليوم الأحد أما الولايات المعنية فيأكل من بني عباس وبشور وبرج باجي وتم تمنرست وكذا ولاية أدرور فيرجى أخذ الحيطة والحذر من مستعملي الطريق